المفاجآت حلوة بشكل عام، إن الناس اللي يحبونك يفاجئونك بأشياء حلوة في الوقت اللي ما تتوقع. لكن بعض الأحيان المفاجآت تصير مزعجة لما تجي في الوقت الغلط. إيش يا ما هو بوقت ذا الغثيث ما هو ب... هلا هلا أبوي، هلا بعمي، هلا بن العين، هلا بأبو الغالية الغالي. حبيبي شلونك؟ الله يحفظك أبد يا عم، سود ومهود مروقين يا لك الحمد وعايشين أحلى عيشة. أي شوف، عندي شغلة أبي أخذ رأيك فيها بحكم خبرتك الرياضية. والله طلع خبراتي كلها تحت أمرك، يعني أنا ما اشتغلت ذا المجال إلا علشانك، ترى عشان اليوم هذا اللي جاي تحتاجني فيه، لو تبي البدلة أعطيتك إياه. سم اي عندنا احتفال رياضي، ودي انك هالسنه انت اللي ترتب وتنظم. لا لا ابشر ابشر، مالك الا بياض الوجه يا عم. انت طبعا انت ما تعي، صدقني راح يكون الحفل هذا في افضل حالاته والجميع راح يتكلم فيه. اذا تبي قنوات تباني اصف لك الحكام صف، سوي لك فريق الحالة تحكي. مش تبي بس ترك، ما طلبت شيء، تبي اي قناه تعرض لك، اي قناه، اي قناه قل لي، اي قناه يعني اللي تبي، ترى ما سوينا شيء الا علشانك الله يحفظك، اللي تبي. سم جميل، الله يعطيك العافية. يا هلا، سلام. يوم هذا منو؟ هذا أبو مي الغثيث. أبو مي شريت؟ يا بنت حال ذا شغلنا، يما يقول عندي شغل في الشركة وباك تمسك لي حفل رياض. يعني شغلتي ايش فهمني؟ يما عنده شغل في الشركة وامتحني، ترى ذا زوجني بنته واشغل ام اللي جابتني، يبي يفصل ثياب من زين جسمه يدق علي، ولو يبي يصلح سيارته يدق علي، ولو يبي حتى يحلق وجهه يدق علي، يبي يروح مشغل اشغلني، ترى حتى الورشة والصناعية راح يشتري قطع غيار. شوف اقول لك، ترى هاي كلها بفلوس، ما حد يسويها بلاش. يعني هسه حتى الفنانين لما يردون يدزون على احد يفصل لهم ويخيطوا يجيبون ديزاينر. لا لا هذا اقرب محل في الدوار، في الدوار يما حتى ثياب من ما عندنا نحش فيه. يما اطلب منه فلوس، اطلب منه فلوس. ما يدفع يا بنت الحلال، قعيطي ذا. قعيطي شنو؟ يعني جلده شنو؟ شو قلت مترجمه؟ يعني بخيل يما. بخيل بجيبه عقرب. انت لازم في سالفتك سالفه تدخلني فيها حيوان، لازم تدخلني فيها حيوان. هي بجيبه عقرب يعني بخيل. يسمون في جيبه ضب. والله شلون سوالف يما. هذا هو ضب. شبيك انت؟ اسحب منه فلوس بطريقه ما وبصيغه غير مباشره، اخمط منه، اخمط. وش يقول لي؟ سدد وبعدين ادفع لك، سدد وبعدين ادفع لك، سدد بعدين خصمها من راتبي. ذا يما ذا لو عليها خذ الثوب حقي ذاك اليوم، لو شافه فصختين عند باب منحش عشان لا يشوفه. لا حبيبي لا تتحول الحسابات، لا اروح اهجم لك شركه، ترى ليش اروح وابتلي بدمه؟ ما يسوى. هو صح، هسه شو نسوي؟ هو عمري اللي قضى محد رحم حالي، من بعد ضيقه وعسرة جت بشيرة، بدايته في عمل تحصيل الأموالي ونهايته سير الدنيا حيها سيرة. قصة سعد مع صديقه يوسف الغالي، قصة كفاح غريبة يا الله الخيرة. سعد بدا رحلته يركض على الخالي، يصبح بديره ويمسي دايم بديره، راسه تجمع بوسطه طيب وهبالي، الوقت اخذ بشقاله فاه وتدويره، تشوف دمعه على الخدين همالي، يبكي على حطه اللي عاكس سيره.
صار الزمن فيه واصبح يجمع المالي في جمع دين البشر ما يشبه الغير. عنده قوى خارقة في حافة الخالي لو خصمه إبليس حضر به بتاشيرة. بمساعدة يوسف اللي موقفه عالي صديق عز ونسيب وتربط جيرة. وقف معه وقفة تنتظر ربه امثالي يصعب على الشعر تمجيده وتصويره. راعي رياضه ويعشق يشوف الاقواضي ويطرب لصوت المدرج في جماهيره. راعي رياضه ويعشق يشوف الاقواضي ويطرب لصوت المدرج في جماهيره. ويستاهل اللي تعب العمر منالي نسيان هم الشقا والغم والحيرة. سعد اليوم بروح صاحبتي وانت اللي بتجلس مع مها. أقول ترى أنت مهبولة أنت، وش اللي تجين تقولي لي فجأة كذا بروح مع صاحبتي؟ إيش فيك يا سعد؟ قلت لك 3 مرات هالأسبوع. متى قلتي لي؟ والله قلت لك. لا ما قلتي لي. والله العظيم قلت لك 3 مرات. سعد بعد بكره بروح لصاحبتي وانت اللي بتجلس مع مها. سعد بكره بروح لصاحبتي وابيك تجلس مع مها. خلاص الله يعينه بقعد معها، لا حول ولا قوه الا بالله. على فكره اظن يعني خير وبركه اللي جات كذا، انت صار لك 2 سنين ما جلست مع البنت. تحلال ما يجلس معها الا انا. خلاص اذا نويت تطلع ولا حاجه كنت مشغول ولا شيء كلم موقع المربيه. اسمع ميزانيتنا 80,000، لا تصرف ولا تبذر، خلك على ذي الميزانيه بس. ان شاء الله يا شيخ. حاضر. حاضر يا شيخ. وعليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهذا يوسف وصل عنده تعميد بالصرف من الميزانيه. وفق الاحتياجات. نعم. والله الله يوسف يا ولدي بيض وجهه. الله لا لا مالك الا بيض الوجه. يعني كفو يا ابي. وفق الميزانيه بغيت نجيب نجوى كرم جبناها. الله لا 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 خلنا على الديع مسعود. إيه تبي فتره رحيمه. شعبي فتره رحيمه. ايش سلام مالك الا بيض الوجه. بيض لي وجهك يا حبيبي. بديت خشمك. تسلم. الله لو اني اطول لاحب خشمك. الله يسلمك يا الله. انت بتعرف الشغلانه دي ولا بس؟ لا والله بس حماس الشباب واندفاع الفطرة الإنسانية. والوالدة تقول إنها تعرف قد وزعت باعت بخشة وكذا تعرف. طيب رأيك شنو يعني لو ما قادر على الشغلة دي وعاوزنا ندور شركة بالرخيص نفتش لنا على شركة كده نشتغل؟ لا تفتش رخيص ما تفتش رخيص. عمي وضع كل ثقتها فيني وأنا إن شاء الله إني قد المسؤولية وراح أبيض الوجه. قدها وقدود يا كوتش. وراح أجيبك أنت إن شاء الله ودك تقهوي شيء ساهم في الحفل. انت ان شاء الله تبيض وشنا. لا ان شاء الله ابشر. ان شاء الله تبيض وشنا. ابشر. طب انت روح الشبك. القهوه في الحفله هينه انا بقدر عليها. طيب ان شاء الله روح الشبك جيب لنا 2 حواشي طيبه خلنا نذبحها هناك. ها ان شاء الله يبيض الله وجهك. ان شاء الله. يلا ان شاء الله. عاد شوف انت شوف بيض الله وجهك وبيض وشنا انت ان شاء الله يا رب. حبيبي يعني بس لحظه يعني الموضوع يكلف لفد 30,000 يعني حق الاكل والشرب مو صح؟ اي سهله. زين بعدين نتفاهم. يلا بعدين نتفاهم مع السلامه. هلا قلبي. خل نتكلمين. شعليك انت بيتي وانا حره الملكه اللي شو تريدي مني؟ يعني سمعت الموضوع في قاعه قلت يمكن تكلمين عشان عرسنا انا ويوسف صح؟ ضحكتيني والله. عرسنا انا ويوسف حبيبتي احنا ما نسوي قاعات، عروسنا بالبيت من عندنا وبينك. اي ادري عشان كذا سالتك القاعه عشان ايش؟ كيف في القاعة المن يجوز احجزها الي ليوسف الوسوفي. يوسف وسوفي بعثت له جوام وسوفي. كيف اسوي لك حفلة مزعجي؟ شو المناسبة خالة؟ قولي اعترفي خالة شو المناسبة؟ شعليك شنو المناسبة؟ اعرف ابني حبيب شعليك طيبي يا خالة ايش فيكي؟ ابني ابني انا جبتي انا ربيتي انا ولدتي. هزولتي يا خالة هزولتي. هزولتي بعينك وعلى عليك وعلى ابوك. ابني انا ولدتي انا جبتي انا ربيتي. اي والله حفظناها يا خالة. اي قولي شنو المفاجأة؟ إيه؟ ابني يوسف صار مدير احتفالات الشركة. ودق عيني دق دق عيني دق. أبوي رقاه صح؟ كفو دادي كفو. يا أمي مالت عليك وعلى أبوك رقاه. ابني حبيبي بجهوده يمه فدوى العينك. أبوي
يما بدوى يوسف 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 هلي 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 يوسف لك يوسف لك حبيبتي جوعانة؟ لا. طيب أكلتي شيء؟ أي قبل شوي. تبين أطبخ لك أسوي لك شيء؟ لا. طيب وش رأيك نلعب أنا وياك سوني؟ ما أحبه حقة صغار. حقة صغار شو الصرفة شو الدبرة. طيب وش سوين أنت وش ذاكرين؟ رياضيات. الرياضيات لك علي فيها لو مادة ثانية كان معليش. طيب وش رايك طفشت. طيب وش رايك نطلب بيتزا من برا؟ إذا طلبنا بيتزا بتخليني أذاكر؟ إيه يا قلبي بخليك تذاكرين. خلاص أجل إيه أطلب. ألو ألو السلام عليكم. بالله واحد بيتزا مارغريتا عارف اللي هي. ايه مع السلامة. بس انت عارف سيادتك ان انا سنويا بنظم المناسبة دي ما ينفعش والله ما ينفع. المفروض تفرح اني ريحتك. يا باشا أنا مش فرحان من الراحة، أنا أنبسط من سعادة الإنجاز. الله الله لا تخاف، أبلقى لك شغلة فيها سعادة الإنجاز. طب يعني أنا بقول طب يمكن لو حصلت لخبطة ولا حاجة مرتب أرتب نفسي احتياطا يعني احتياطا. لا تدري شو تسوي؟ أيوة أنت خلك مع يوسف عشان يتعلم منك واستفيد. يا باشا اوكي هيتعلم هيتعلم بس عشان الشركه بس الشركه الشركه يعني يعني مظهر الشركه البرستيج بتاع الشركه يعني مش انا كنت مال برستيج الشركه ومظهر الشركه حلالي وانا حر فيه كيفي 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 شو دخلك انت مش بعيد عنها بس من غير شعر يعني اوكي ماشي بس ربنا يسهل المال اعمالك والحلال حلالك وانت بقى اعمل ما يحللك يخرب بيوتكم. قلت شيء؟ هاتشو يرحمكم الله تيتشو بليز تيتشو 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 عطوه تيتشو. والله يا خالي قاعدة أشيك. إيه؟ قاعة الليلة الساحرة هذه مرة غالية. أقول خلنا أخذ هذه قاعة الليلة الواحدة. إيش بها الساحرة؟ غالية. ساحرة غالية؟ أيوة. صار تجاوبين ثلاث سنين فبمرة شوي ريت فتشي حلو الساحرة ما تنفع. ما شاء الله من كثر ما تعودت الهواش صار تهاوشون باصوات بارده. اي اي طبعا اي انا اقول بصراحه بعد ما لفينا كل القاعه ذي كلها غاليه انا اقول الليله الحزينه مره ممتازه يعني. اعوذ بالله خلي المعازين يجون يكتئبون ولا ياكلون زين نوفر منه ونوفر منه. اي ليش تفاونا يما الحزينه شنو ايش عندنا؟ ارخص يما لا طميه يما شنو؟ لا ارخص الحزن يعني دائما الحزين يستحي ياكل. يا شوف 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 ايش رايك في الاقتراح؟ نوفر نوفر لا انا اشوف انه الليله المعسيه هاي تتفشلنا قدام العالم الليله المعسيه بلكي نقدر هاي تريد تفشلنا ترى وين ما هو رخيص غاليه غاليه للمسيه ولا هي غاليه للمسيه اسم محل تاجير زل من بعيد كما تصلح انا اقول لو نسميها على اسم يعني ناخذ ذيك ذي شو اسمها رهيبه ذيك ليلة 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 كذا على لحن أغنية حلوة بعد. أي الماسية مرة غالية ترى 40,000. ليلة 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 الله الكذا أحبه. مو بنت اللي اقترحت يوم الراوي اللي اقترح ولا لا؟ كيفني معك؟ أقول لك يوم غني مو أسماء نوادي ليلية. ترى أنا ما دخلنا في الموضوع ليلة وليلة ليلة ليلة إلا عشان الراوي طلبها مني. أضبط كان في المسلسل. خيارات إجابات اللي تبي بس كافو يا سنايدي. أجل خلنا نشغل أغنية أبو نورة هالليلة ونرقص شوي بهالمناسبة. شغل اللي تبي جاهزين للطيبين. شيل إيدك دي يا أخي لو سمحت شيل إيدك يا أخي. ايه يا عم ايه يا ادم انت ما بتحبنيش ليه يا ادم والله انا بحبك والله انا بموت فيك والله يا ولد انت شوكولاته
في حد ما بيحبش الشوكولاته في الدنيا دي؟ يا اخي ده شغل يا صبحي، ده شغل وكل زول له خصوصيته في الشغل يا صبحي. ايوه صح كل زول له. قاعد اجيك انا اشتغل عندك يا صبحي؟ لا يا عم ما تشتغلش عنده والله، مين اللي قال بالعكس؟ طب انا يعني ايه يعني، انا كنت عايز اسالك بس يعني لو تسمح لي بس. هو يوسف يعني صرف من ميزانية الحفل ولا لسه؟ ما بقدر اقول لك انا. ما بتقدر تقول لي ليه يعني؟ كل زول جالس مع الزولة بتاعي ولا ايه يعني؟ ما بقدر اقول لك. خلاص يعني انا ما يهمنيش على فكرة ان انا اعرف، عشان والله اكلمك بجد يعني. بس هو كل ما في الموضوع ان ابو مي قال لي يعني انت اعمل حسابك يا صبحي انك ممكن تعمل ميزانية احتياطية يعني للحفل، فانا بسألك بس عشان كده يعني. انا ما عندي معلومة عن الكلام اللي انت بتقول فيه ده. الحاجة الوحيدة اللي انا بعرفها جاني هنا البوس بنفسه، ابو مي بنفسه جه هنا المكتب ده. أيوة. وقال لي افتح الميزانية ليوسف. الميزانية ليوسف؟ اي الميزانية كام يا ادم؟ الميزانية كام يعني؟ يا اخي دي اسرار ما بقدر اقولها لك انا. مالك انت يا اخي؟ مالك انت الميزانيه؟ بس انا عايز اعرف الميزانيه كام بالله عليك. اقعد يا اخي. يا اخي عايز اعرف الميزانيه بس. يا اخي استهدى بالله يا اخي. يا اخي استهدى بالله وخلي الناس في حاله يا اخي. يا اخي انت طول النهار حايم من مكتب لمكتب وتنقل في الكلام يا اخي. والله ما بنقولش كلام، كل اللي انا خايف عليه سمعتي وسمعتك. انت عذراء وانا عذراء. اسمه ايه ده يعني؟ انت راجل كبير في السن وانا راجل كبير. يلا احنا مش سعوديين. السعوديين دول لو اتفقوا علينا هيرمونا بره شارع زي الكلاب. هنترمي زي الكلاب يا ادم. والله ما حد هيعبرنا. ده ممكن يجيبوا الولا يوسف يمسكوه مكانك. يلا يوسف ممكن يمسكوه مكانك انت، لكن انا مكاني ما بقدر يمسك. ليه بقى؟ عشان انا لابس ساعه حمراء؟ ليه يمسكوه مكاني وما يمسكوش مكانك انت؟ قول لي بقى ليه. ايوه بالراحه انت عشان افهمك انا. ايوه يوسف لا بيعرف يجمع ولا بيعرف يطرح، يمسكوه مكتب بتاع محاسبه قدر ده؟ معقول؟ تصدق والله صح. ده ما يعرفش يحكم، ولو حكم بياخد على قفاه. الحفل هنلاقي له حل. اسمع يا حبيبتي، الحين ترى ضومنا لعبة سهلة مرة، فهمتي؟ ايه فهمتها. ايه الحين بنلعب لعبة تجريبية عشان تفهمين، ولعبة جيم صدق يعني تحدي. لا 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 الجيم لا. ليش؟ طيب بسألك كم ما نبدأ، لو عندك 5 حجار وش يقول لها؟ نفس الرقم 5؟ 5 باب. يا سلام يا سلام. طيب لو عندك مثلا 6 حجار من رقم 6؟ فركش. صحيح، نعم كلام سليم والله. والله أنا أقول إن نلعب الحين جيم أنا وأنتي. بدينا ولا لا؟ ولا ما تبين تبدين؟ إيه عادي. أنا يعني بقول وش هذا الذكاء اللي فيك يعني؟ لا أنتي طالعة على علي ولا على أمك ما شاء الله. تعرفين أبوك ذكي شوي في الرياضيات. يلا نبدأ. يلا خذي. افتحي الأحجار حقتك. أغش؟ لا. العبي. حطي أي شيء. يا سلام.
طبعا الحين عشان الحفل، بس مين اللي بتمسك منكم المطاعم والحلويات والاشياء؟ اني امال اني وين رحت يوم شلون اتفقت لك ويا مطعم نصر الدين؟ ايش مطعم نصر الدين؟ يمه خياس نصر الدين كله تسمم. لا تحكي 95% سوال تخفيضات ديسكاونت، والباقي 5% نطيب. لا ماكل بايت ما عنده شيء ده بتنكبينه مع البيت. لا والحلويات يا مطعم الشعب ورا مدري شو مالكيك. لا واحد ابو عربانه خال عربانه براس الفرع مالتنا، الشيره والداطله والما في الرياض ما في عربانه. انت شو مخرفت؟ انت قاعد ترجعين لديرتكم. احنا يلا عندنا محل شابوره، خلنا على الشابوره ينحفون احسن. ينحفون لا لا حبيبي احنا عندنا حلويات بس 20 كيلو قلت له يسوي لنا بمبلغ يعني على قد 50 دولار. والله ما على كذا، ابغى ننسق من الدفاع المدني من الان والطوارئ واسعاف وذا لان الظاهر ليله تسمم عظيمه. يا عادي اقوى تسام تتحملك ولا؟ طيب انت يا مية امسك الاتصالات. ها لا وين امسك الاتصالات، تخلي عليها الحاجات المهمة وتخلي عليها الحاجات البسيطة. ما انا سكرتير انا عيب. بالعكس اتصالات انت، يعني انت مقيمة الحفل، انت الداعية الرسمي، انت ال... يا خلاص اوكي انا اخذ الاتصالات. لا انا باخذها، بدير حلال ابوي. تديري حلال ابوك؟ طب خلاص خذيها انت. خلي تدير حلال ابوها بين بيتهم زين، احنا هنا ما عندنا صفر. معلي يا خالة بكلم من جوالي. يا يما اصلا وش بيت حبيت ابوي؟ ساكنة عندنا ذي، هذه خطيبة ولا زوجة ولا؟ اي والله والله ما هذا توني ما تزوجت، لو تزوجت بانشب هنا بتقعد لي. يما لا عدها صداد ولا رداد، لا ابن يسال عليها لا احد. صداد رداد ايش الدخلة صناعية انت؟ صداد ورداد بالصناعية ما ادري. يما كل العالم تسالني هاي ما عندهم بيت، ما عندهم مثل البومة من الصبح جايتني. البومة تطلع في الليل يما. لا بومة الديار هم تجينا من الصبح. والله؟ اي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا وش اللي نشبني؟ شو أسوي في ذا البنت الحين معي؟ يا الله. حاول مع ذولا لا الله يجيب نتيجة. هلو؟ هلو هلو. Yak, how can I help you? Yes, please. I want khaddama. Yes, sir, but you must pay 100 for per hour. Yeah. ما في مشكلة. بس كيف أدفع لكم؟ Okay, sir. Can you give me your information for credit card? Credit card? كريدت كارد عندي كريدت كارد. وش الثانية قلتي؟ نمبر سير 4390 4390. اوكي سير. ثانك يو. الو وراه قفلت فجي دي. خل اروح لبنيتي الله يجيب الخير. شنو؟ يما نكبت النكبات وذا القاعة طلعت محجوزة. يا عادي وين المش... شوف لك قاعة ثانية أحلى. أو استراحة ترى ورخص. أرخص؟ لا عاد أقول لك باعي مي، لا تلعبين لعب، أنا ابني لازم يسوي أحلى وأغلى وأرقى حفلة بتاريخ الشركة. أي هذا ابني مو شوية وشويتين. ابنك حدو، وين يسويها يعني؟ شنو وين؟ الحين يعني لو وين يعني نستاجر خيام؟ لا حبيبي اكو هاي ما قاعة الحلم المستحيل. لا 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 قاعة الحلم المستحيل، تعرفين هذا مكمل 70,000. تستهبلين صح؟ هم دايح اقول لك يوما هي هاي قاعة الحلم المستحيل، هاي قاعة لو فيلم. هو كانت فيلم في البداية مسلسل الجزء الأول الثاني ثابت بعدين قلبوا قاعة أفراح. بس هي ما مين بفرح ترى كلها طلاقات وذي، فلو اسوي حفل الشركه فيها احتمال نجيب العيد ويخرب الحفل كله ونتفركش واضع مستقبل الوظيفي. وان شاء الله يوم طلاقك بيها. اصلا انت ما جبت العيد الا لما جبت امك معك. امك معي بعليك عاد انت نطمي ونجمي وسبتي ردي بيتكم. ليش ردي بيتكم؟ ما ارجع. لا ما برجع. ولك ما ترجع هاي مكلمه فينا. انا بقول لكم شيء صراحه، اخذت قرار مهم يعني في حياتي اني بعتذر عن الحفل واخلي ابو مي يدبر اموره.
يرد. احسن برك يا عمي اللي انت فوق الناس تمشي ولا تصيب، انت الذي علمتنا الفخر والليل والقمره يا عم. شلونك يا عم؟ هلا ولدي، الله يحييك. حياك الله يا ولدي يوسف. الله يحييك. يا مرحبا آمر. يا عم تكفى لا جيتني خيتك، قلت هم انا طالبك طلبه رجال المحاويق، انا الذي قلت لك يا عم تكفى يا عم طالبك الله يرحم والديك يا عم اني ابي اعتذر عن الحفل. ما 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 تقدر تنظم الحفل؟ داق علي الحين في هذا الوقت تقول لي ما اقدر انظم الحفل؟ انت رجال، انت فيك خير؟ انت ما تترك سواليفك هذه، وانا الحمار اللي بزوجك بنتي؟ انت ما فيك طب، علمتك مليون مره ولا فيك فايده، كل ما جيت بقومك تطيح، ما فيك خير. انت حكم ساحه او ارجل منك وافضل منك بعلمك ذا الطارد والطامر، ولا حد درى عنك والعالم يضحكون عليك. عموما انا بكره اشوفك اتفاهم معك. ما انت شايفني ابد يعني، انا بالنسبه لي اقطع العلاقه بيني وبينك، انا رجل كبريائي فوق كل شيء يعني، صراحة ماني بجيب بكره. خلاص يا عم انا بطلع من حياتك العامة والشخصية والعملية، وحتى الحفل ماني بحاضر، حتى لو جبت احسن شركة في العالم ماني بجيك. قفل من زمان، بس انا قاعد افضفض. وش في وجهك مقلوب؟ ترى كلها تركتك مع بنتك، ترى ما تركتك مع مجرمين. وانا وش قلت؟ ايش بلاك انت الحين؟ خلاص. المهم ترى مره انبسطنا امس مره، المهم بيموت زوجها ويتعرف عليك. ما هو بلازم ولا بيتعرف عليه. الحين عندي موضوع مهم هنا في راسي، موضوع الموقع ذا حق الشغالات ذا. ما عليه، نكلمهم ونجيب واحده. لا موقعهم ذا ما ارتحت له انا، في شيء غلط. وليه انت كلمتهم؟ لا حفظت رقمهم عندي. لا انا صراحه مجربتهم من قبل وكويسين مره. الو هلا، اخلص عرفت محلهم. طيب ارسل لي على طول على الواتساب. يلا مع السلامه. مين اللي كلمك؟ واحد من اصحابي يبيني في شغله، انا بطلع الحين وانتبه للبيت وانتبه للعيال. زين طبك لك نقمه حاجه. ما ابي شيء. انت ما يعتمد عليك، انت ما فيك خير. انت انا ما عندي مشكله في الحفل، عندي مشكله فيك انت. لا يا عم ترى انا كنت كويس، انسان كويس. ما عمرك كنت كويس ولا فيك فايده ولا فيك طب بنت، ما ينفع معك الا العين الحمراء. في شيء البنت. صبحي يعني. يا صبحي شبيك لبيك، انا بين ايديك، انا بين ايديك. والله يا عم ترى شايف لي نص ساعه من هنا ملقيها. والله وش هذا؟ والله العظيم تلعبون علي. يطلع علي زي العمل الردي. امرني يا سعاده الباشا. اسمع يا صبحي. اسمع يا صبحي، تروح تنظم تكمل تنظيم الحفل انت. خليني اوريك. والله بيقلبها فلافل ومشا، ما مو خلي يقلبها خل، ما هو شغلك، اهم شيء هو عنده الموضوع الحين. الله عندك في الشركه طول عمر مقدمين فول، ما يصلح يا طول عمر ترى. وفيه يعني فول معك، ما قدمنا حتى حمص ساده بدون زيت، ما قدمنا شيء. ولا يهمك ولا يهمك حبيبي يا ابو مي، ولا يهمك، مع انك انت عذبتني في البدايه عشان رحيمكم الزلابه هذا، لكن والله انا حقوم من عنيا بالحفل. ولو تبغى الاستاذ يوسف هذا الواد المحترم المكسوف يجي اعلمه، ممكن اعلمه. يجي ولا يروح، خله يقعد عندي هنا اريح شوي والقط نفس وارجع اهزه. طيب ممكن بس اقول شيء يعني، ما دام هو بيمسك الحفل خله يجيب معسل يرش على العالم اللي جاي، تفاحتين نضبط الامور. انت عاد يعني حفل، خل الناس تحتفل. هذا حفل هذا ولا غرزه؟ صبحي هذا جو صبحي. جو بكذا؟ جو كذا بيخرب عليك الحفل كله. انا والله يعني بتاع رقصات، بس الحمد لله ربنا تاب علي يعني. انضبط. حقوم انضبط. انضبط. حاضر. خلص. حاضر. وانت خلني اريح شوي وارجع لك. طيب بلعب بالدباسة لما تخلص يعني. لا بلعبها انا في خشتك. طيب سلام. أول مرة هبوط يطلع زي الزفت سبايبكم. وين مربية حقتي؟ أي مربية؟ مربية اللي طلبتها. ما طلبت مربية، شو مربية؟ شو ما طلبت مربية والفلوس اللي دفعتها لك؟ ما إلك فلوس. أقول لك طلع فلوس يا زلك. ما إلك فلوس. شو بتسوي يعني؟ بسوي اللي بسويه. إيش؟
تهدد انت؟ ما اسمك؟ اقول لك يلا عطني مربيتي قسم بالله لا اتفاهم معك الحين. اذا بتقرب لوحده فيهم ضفيري اهداف دمار. خلاص خذهم خذهم كلهم خذهم كلهم. لا 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 مش حاخذهم كلهم. انا باخذك انت. لا 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 الشغالات صاروا مهمين عشان نحافظ على حياتنا الزوجية. كان زمان الواحد يقدر يعيش من غير شغالة. الأولين كانوا يقدرون يعيشون من غير شغالة. المشكلة ذا الأيام لازم تنتظر عشان تقدر النعمة. في ناس يالله ينتظرون يوم ولاو يعصبون عليك ويعصبون على الدنيا. وفي ناس إلى الحين ينتظرون بس ما باليد حيل. ما لهم اللي يدورون شغالة محترفة من عائلة ثانية أو بنظام الاستئجار رنتينج. سلام.